هذه المهرجان يعني ماشي المره الاولى يعني ديما تيجي حضر معنا في العرايش، ولكن هذه النسخه هي نسخه مختلفه جدا بالنسبه للعرايشيين، وانت تحضرين في الختام هذا المهرجان، شنو رايك في هذا السهره؟ اول شيء تحيه لكل الجمهور وكل الشعب المغربي عبركم. بالنسبه لي اكيد انه هذه الدوره الثانيه اللي كنشارك فيها في مهرجان العرائش، وشاهدتي كيف قلت مجروحة في الجمهور العرائشي وخاصة المحبة اللي كيكنها لي وكنكنها له. فالدورة اللي كانت قبل هذه يعني الصارمة كان عندي افتتاح، وهذه السنة لها طعم خاص وطعم مختلف وعندها نكهة خاصة، لأنه أول شيء اختتام مهرجان العرائش، ثاني شيء وهو يعني الملفت أو أنه المهم في الموضوع وهو تزامنا مع عيد العرش المجيد اللي هو كيتزامن مع 20 سنة من العطاءات، 20 سنة من البناء في هذا البلد العظيم. أكيد إن شاء الله يا ربي بهذه المناسبة كنقدم تهنئة لصاحب الجلالة من مدينة العرائش، ونقول إن شاء الله يديمك على راسنا ويخلي بلدنا دائما بلد الأمن والأمان والسلام. فتحية كبيرة للجمهور العرائشي، تحية تقدير، تحية ود، تحية احترام مني من سعيد الشرف. كنقول شكرا لكل واحد جاء، شكرا لكل واحد تكبد على أنه يوصل اليوم ويكون حاضر أمام منصة مهرجان العرائش. فكنقول دائما كبيبة لرأس بالتأكيد تحملينا، بالتأكيد تحملينا فرعة. نعم جديد ديالنا جديدة غتشوفوا الأسبوع المقبل، يعني إما أربعة إما خمسة في الشهر. أغنية دقدق سيقاني، أغنية بالحسنية أفرو أفريقية، غادي تشوفوها من كلمات ولحنية تراث، ولكن توزيع طارق الحجيلي مدارة، ومن إخراج الرائع كريم بنيس. بالتأكيد تحملين صورة جميلة عن جمهور العرائش، يعني ماذا تخبئين من مفاجآت في صارة اليوم؟ مفاجأة اليوم هو أنه كل ما يطلبوا جمهور العرائش أكيد غيكون عندهم، وكين كذلك غيكون واحد طابلو جبني، غيكون غنغني كل الألوان، لأنه دائما أنا كندير جولة يعني حول المغرب، وخاصة بعد نجاح سهرتي مؤخرا في المضيق، يعني أكثر من 150 ألف شخص. فلما جيت دابا العرايش فعلا دمعت عينيا عينيا، يعني لأنه فعلا كم الجمهور تبارك الله يعني اللي كان متجمع كينتظرني، فكيف قلت كل الحب من جمهور العرايش. نعم، آخر سؤال، علاقتك بالعرائش يعني علاقتك وعلاقتي بالعرائش أصبحت صافي وطيدة. أنا وليت بنت الدار وبنت المهرجان وبنت العرائش، وكيعجبني فيها كل شيء، يعني الحوت والبايا والناس وتقديرهم ليا، وأنهم جمهور مضياف وناس مضيافين. فأكيد ما غاديش نبقى نطلع لداري في الرينكون أو في أي بلاصة إلا وأنه تكون عندي محطة في مدينة العرائش. كنقول الناس كاملين أنه عرائش مدينة خاصهم يكتشفوها لا سياحيا ولا كل شيء، وكنتمنى أنها كذلك تزيد تطور أكثر وأكثر، خاصة أنه فيها ناس بهذا الرقي وبهذا الاحترام. شكرا. شكرا. شكرا أستاذ. كلمة الجمهور. نفس الشيء غنعاود. نفس الشيء كتعاود.